باش نشجع الوداد، ولكن غنمشي نتفرج في داري مع هذوك الناس اللي قالوا لهم ما عندكمش فلوس سيروا تفرجوا في داركم، حيت انا ما بغيتش ندير الصينيه. ولكن انا سي جامس بلوبار راه كلهم خصهم يكونوا في الحديقه، تصور كاين لا بلوبار ما داتهم حيت لا بلوبار راه كلهم خصهم يكونوا في الحديقه. شوف لو دوبلي عطينا الوداد ان شاء الله مازال باقي زعما ليميت. انا كنحسد الوداد على الجمهور ديالها وبون شانس بور الوداد، حيت انا تصور الوداد كنت ديجا عطيه الشامبيون دونك سي با ان بروبليم، يبقاو غادي ان شاء الله بحال هكا. شوف انا الثمن معمري شوف المعامله ما غتكون الا بالمثل، والثمن معمري ما نتنازل عليه اللي هو على الاقل 200-300 ألفين. بغاو شوف كيف ما كيتعاملوا كنتعاملوا. جي هنا هجموا عليا بالطوموبيل وجاو واحد تلاح وخون التليفون ومشاو باش تربح، الرجاء غتربح بلا اربيط. مي هذا الاربيط اليوم حشومه، هادشي اللي دار حشومه. ولاد دات الوداد 3 بوان راه ما مشاو في خلا. الجمهور ديال الوداد انا شتي المكان ديال الجمهور ديال الوداد، الله عمري ما خسر. ويا الرجاوي.